اخيرا حسين، هل بتتمنى ان يتم ترشيحك لاحدى المنتخبات الوطنيه قريبا، خاصه بعد النتائج الايجابيه والنتائج الجيده اللي انت بتعملها مع نادي الزمالك السنه اللي فاتت والسنه دي؟ انا طبعا سامع ان الفتره ديت في تشكيل فعلا في منتخبين 2005 و2008. لا 2008 و2007 صح؟ لا 2005 و2008 دول اللي عندهم استحقاقات جايه في 2025 منتخب. بالنسبه لمنتخب 2005 الكاس العالم والاولمبياد في 2028، واتمنى طبعا اكون ان انا اخدم بلدي، وبعد كل الخبرات اللي خدتها دي والسنين اللي لعبت فيها كوره. وانا بس عايز اوضح حاجه، ان انا راجل مصري، ابويا وامي مصريين. انا اتفاجئت انا ما كنتش ما اعرفش هو مصري. ويمكن جدع، ده ممكن لعيب جامد قوي. انا لا انا عارف ان والده كان بيلعب كوره طبعا، نلت الجامد الشرف، لكن حته المصري هو بيتكلم عنها دي يعني. نلت الشرف طبعا ان انا لعبت المنتخب قطر، وما كانش لي نصيب ان انا نشات في قطر وانا صغير، واتحرمت ان انا العب لمنتخب بلدي، ان انا العب لمصر كمان، ونلت الشرف ان انا العب لمنتخب قطر، وده طبعا حاجه كمان اسعدتني. لكن دلوقتي وانا كمدير فني اتمنى طبعا ان انا يمكن ما لبستش تيشيرت مصر وانا لاعب، اقدر ان انا اخدم بلدي واشيل شعار مصر وانا مدرب، وانا عارف ان انا الحمد لله الخبرات دي كلها وده اللي انا شفته انعكس على المجموعه اللي معايا. اتمنى ان شاء الله اكون طبعا من ضمن المرشحين ان انا اخدم بلدي بجد، وانا واثق في الكلام دوت ان انا هقدر هساعد الجيل اللي جاي دوت، وبالذات 2005 دول تحت 18 سنه يعني خلاص، لان بالذات يعني دول كمان، لا دول جايين 17 سنه يعني برضو قريبين من الدرجه الاولى، نفس السن اللي انا شغال معاه. دي بالنسبه لي دي حاجه كويسه يعني. طبعا الاثنين كويسين الاثنين طبعا. لا انا ما بتكلمش على حاجه، انا بقول ان بتكلم الطموحات ايه، وانا عارف ان دول عندهم استحقاقات قريبه. فانا بتكلم ان طبعا اي واحد مش انا بس يتمنى ان هو يخدم اول حاجه مصر ويخدم بلده. تتمنى ان يعني ربنا عوضك عن عدم تمثيل المنتخب المصري كلاعب بقياده احدى المنتخبات في الفئات العمريه مع منتخب مصر. اتمنى طبعا، وفي يوم من الايام اكون كمان مدير فني لمنتخب مصر الاول، ليه لا؟ شغال طبعا عندي كل الثقه والطموح لده. تعرف انا دربته ولا لا؟ انا دربت جيل كتير. لا دربته في وادي دجله والله. انا واحد من الناس اللي اشتغلت في المجال وهي صغيره، انت اكبر مني بسنتين وما شاء الله يعني. انا كنا بنتكلم انت في قطر بتحلل هناك، يعني ما شاء الله عليك حبيبي. يعني طبعا اتمنى ان نبص للشباب يا جماعه، وصدقوني والله يعني مش عيب ابدا ان انا اجيب مدرب عنده 40 سنه مسكه منتخب الناشئين او منتخب الشباب. 40 سنه مش صغار خالص يعني خالص. وليد الركراجي مدير الفني المنتخب الاول المغربي 44-45 سنه. ف اوعى حد يقول لكم ان ده صغير. مش حسين بس على فكره، بتكلم على نظره عامه لكل الجيل ده. انت بتتكلم، انا مش عايز انسى حد، بتتكلم فيه مدربين كويسين جدا في الجيل ده، اللي هو الجيل بتاع 81 و82 و80 و83، اللي هو الحته دي. بتتكلم على حسين ياسر المحمدي، بتتكلم على محمد شوقي، بتتكلم على وائل رياض، بتتكلم على رضا شحاته، بتتكلم على الناس اللي اشتغلت وموجودين. في شباب كتيره جدا، مش عايز انسى حد. عادل مصطفى واحد من احسن المدربين، وانا بقول لكم اشتغل معايا كمساعد، وحسين يعني عارف واحد من افضل المدربين اللي موجودين. مش عايز انسى حد. ادوا فرصه للشباب، مش لازم يبقى نمره اتنين، ما هو اوريدي شغال مدير فني، اديله فرصه. ما فيش اي مخاطره لما بجيب مدرب عنده 40 41 سنه، ما فيش اي مخاطره كريم صح؟ لا اي مخاطره ايه يعني؟ مش عارف. انا قريب طبعا من النتائج في قطاع الناشئين، وبحب اتابع اي حاجه عن الكوره. حسين من الناس اللي عامله نتائج من السنه اللي فاتت كويسه جدا، والسنه دي كمان مسمع بشكل رهيب بصراحه يعني، بكل الظروف اللي هو بيتكلم عنها دي. فانت النهارده ما بتقول المدرب سنه صغير، لا كمان في نتائج كمان هي اللي بتساعده، الراجل ماشي كويس جدا. فامتى بقى نشوف وهنا على فكره كريم مش توجيه لحاجه، لكن في زي النماذج زي حسين، في مدربين كويسين وخدوا خبرات ومدربين بيتمنوا فرصه. فاتمنى ان يبقى في فرصه للشباب، وما نخافش ونديهم فرصه طالما معاهم الاديوكيشن ومعاهم التعليم وعندهم الخبرات. ليه لا؟ توكل على الله يعني. اكيد اكيد المدرب اللي هو سنه قريب من اللعيبه ولسه كانت رجليه في الملعب، وعارفينه اللعيبه الاولاد الصغار، عارفين مين فلان، مين اكس، مين شوقي، مين وائل رياض، مين حسين، مين رضا، مين عادل، عارفين اللعيبه دي وعارفينهم بشكل كويس. ده ممكن يعني يكون عامل ان 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 المنتخبات دي تنجح، ممكن يكون عامل ان احنا نشوف المنتخبات بتاعتنا بتلعب كره قدم حديثه قريبه من كره القدم اللي بنتفرج عليها في كل حته في العالم.
كريم بشكرك. بشكرك يا بيضو، انت عارف طبعا انا بكون سعيد معاك قد ايه. وانا سعيد والله بشكرك. حسين ياسر، وان شاء الله يعني هو في الزمالك مكسر الدنيا، ونشوفه كمان في منتخب مصر مكسر الدنيا ان شاء الله. حسين بشكرك. متشكر جدا وسعيد ان انا موجود معاكم النهارده كابتن كريم ومعاك يا بيضو، وان شاء الله في حلقات جايه باذن الله نكون مع بعض.